السلام عليكم، مرحبا بكم، نورتوني نورتو قناتي قصص نينا. نقولكم اليوم الجزء الثاني من قصة ريحان وابراهيم، الحلقة الاولى. ان شاء الله يا ربي تتابعوا هذا الجزء، واكيد راح يكون جزء سعيد باذن الله. تقول ريحان بعد عام طلاقي رجعت للجامعة وكملت قرايتي، لانه قريت عامي الاول برك والثاني ما كملتش بلوكيتو بعد مشكل خلود هذاك، وبطلنا في زوج من القرايا، وبابا اللي رجعني كيلقى حالتي هكذا قال لي رجعي كيما كملي قرايتك خير، ورجعت نقرا نورمال، ما خلاليش حتى فرصه للاكتئاب. عندي واحد من خاوتي يخدم ثم وفي نفس كليتي، سبحان الله، يعني هي جات صدفه. الصباح نجي معاه غير نخلص يرجعني بابا ولا واحد من خاوتي. كنت نحضر انا غير للدروس التطبيقيه، هذا ما كان نقراهم كاع الصباح حتى تاع العشيه، نروح نعوضهم باه ما نبقاش العشيه، والمحاضرات جامي نحضرهم. حتى الاستاذه هذه الاساتذه كانوا متفاهمين مع هذه الحالات اللي متزوجات واللي عندهم الاولاد وهكذا انشغالات، ما يركزوش عليهم بزاف. وكعد خويا يخدم ثم مسهل لي بزاف امور، كفتح بابا محل جديد للالبسه النسائيه تاع عرايس ولي ديكور وهكذا. انا نقرا الصباح والعشيه، نكمل قرايتي نروح للخدمه للمحل هذا. هو حقيقه بابا فتح واحد باسمي انا وواحد لاختي، وهكذا وليت نقرا الصباح والعشيه نجي للمحل، وبنتي نخليها الصباح عند ماما والعشيه نجيبها تقعد عندي، وفي نفس الوقت متبعه الطبيبه على جال مرض قلبي تصلب الشرايين، وهذا المرض تكون فيه شرايين يابسه ويمنع تدفق الدم لباقي الاعضاء والانسجه. بقيت دائما مداومه على العلاج حتى بديت نتحسن هكذا، وبقات لي كنوبات برك. وهكذا مشيت حياتي بعد الطلاق، الانشغالات والضغط اللي كنت فيه ما خلانيش خلاص نخمم في الماضي ونتذكره. في النهار مشغوله وفي الليل نروح ديريكت نرقد، درجة بنتي ما وليتش نحوس عليها تلمو ونتعب بزاف، وما نطمن عليها كعدت مع ماما وهكذا. غير وقت الرقاد تجي ترقد عندي، ما ترقد حتى عند واحد بغير باباها وانايا. بقيت حيره كيف ترقد عنده هي مالفه، غير تنعس برك تولي تبكي وتحوس عليا، تجي تحضني وتشم ريحتي باه ترقد، يضرب باباها كيفاه يدير لها في الليل باش ترقد له. وعلى سيرته هو ملي خرج حكم طلاقنا ما صادفته ولا شافني ولا شفته، حتى انا ما حوش خلاص عليه. ساعات كيجي يدي بنته يبقى برا يستنى فيا نوجدها له ونبعثها له مع بابا ولا ماما، جامي جا في بالي انني نشوفه ولا نطلع عليه. كي شغل واحد ما قتل لي قلبي خلاص عليه، ما حوستش عليه، ما حوست نعرف واش صرالو بعد طلاقنا وهكذا، ولا كيفاه راه عايش، واسكو راه مهني ولا لا كاش ما زاد عنده طفل ولا طفله. على بالي بيه هو راه حاب يشوفني بصح ما قدرش خلاص يلمحني وما قدرش يوصلني كاع، على خاطر بابا وخاوتي دايرين بيا، ما عنده حتى فرصه كيفاه يوصلني. الجامعه نروح ليها بالطوموبيل ونجيب الطوموبيل، وخويا يخدم ثم ما كانش كيفاه، والمحل قريب لدارنا وبابا ثم يدور، ما كانش كيفاه يوصلني. خلاص جبت العطله ونجحت بالصحة، قررت نبلوكي، ما قدرتش نوفق بين قرايتي وخدمتي وبنتي. وعجبتني الخدمه احسن، لقيت فيها راحتي بزاف بزاف. العشيه انا قاعده في المحل مع سمره اللي تخدم معايا في المحل، وجارتي هكذاك وبابا كان معايا، وراح يرقد كنا في اود هكذاك السخانه تقتل. عيطت لي ماما قالت لي روحي دي رقيه انا رايحه، ما كاينش اللي يحكمها هنا. قلت لها هاني جايه، خليت سمره ورحت انا للدار، ماشي بعيده بيناتنا غير زوج الواد هكذاك. دخلت درت لها شابو جبتها في يدي وقعدت معايا حتى العشيه، الرابعه تاع العشيه جا بابا قال لي هيا روحي انتي ترقدي شويه وانا راني قاعده هنا. ديت رقيه في يدي قريب وصلت للدار، حطيتها وبقيت نمشي هكذاك فيها. دخلت للرود تاعنا قريب وصلت للباب تاع دارنا، نشوف في طوموبيل تحلى كارات قدام دارنا، بقيت نشوف نعرف تاع من هذه ما عرفتهاش على خاطر جديده، ما درتش عليها انا، قلت واقيلا تاع واحد صحاب خاوتي هذا ما كان. بقيت نمشي هنا في رقيه غير طلعت راسي حتى نلقاه هو وائل، تسمرت في بلاصتي بقيت نشوفه معاه حتى هو تفاجئ بقى يشوفه معايا، ما قدرتش نكمل، ما قدرت نبقى في بلاصتي، شفته زرب حل الباب قبل ما يهبط، قطعت الطريق انا ورحت نجري للباب، طبعته ودخلت حتى رقيه نسيتها برا، قلبي يخبط راح يخرج من صدري خلاص، ما عرف واش حسيت في ديك الدقيقه. لقيت ماما في وجهي بقات تشوف معايا واش بيك، والله رقيه لساني تربط، انا عييت نهضر ما عرفتش نهضر. قلت لي واش صرالك، واش
اش بيك؟ قلت لها روحي جيبيها، خليتها برا. عندما خليتيها خليتها في الطريق ودخلت. قلت لي كيف خليتها في الطريق واش بيك انت؟ يا هبلتي ولا روحي جيبيها، كيف تخلي بنتك في الطريق؟ لقيت باباها هنا كي شفته وخليتها وجيت نجري. قلت لي الله يهديك هذا هربتي منه. قلت لها ماما روحي جيبيها انت زرابي. راحت هبطت وانا فت شمبرتي ناحيه الخيمار وقعدت حطيت يدي على قلبي. يا يما كيف هي خبات عام كومبلي ما شفتوش. دخلت ماما عليا قلت لها وين هي رقية؟ قالت لي داها معاه، قال لي دوكا نجيبها. ملي شفتو انا ما عرفوش صرالي، مانيش راكحه خلاص خلاص غير شارده وصوتو ما حبتش، صورتو ما حبتش تروح من بالي خلاص. الساعه راهي العشرة ومازال ما جابهاش. جيت في بلاصتي وقعدت نستنى نشوف فيها شويه. وصلنا الباب نط خرجت على بالي هو، لقيت بابا خرج راح هبط نسمع فيه صوت بكاها. دايما هكذا غير تشوف باباها تلصق فيه ما تحبش خلاص تروح عندي. كون يخيروها بيني وبينه تخيره هو عليا. كل ما نهار تزيد تتعلق به مالقري صغيرة وما تعرفش اصلاحها. صح تعرف باباها غير يقولها واحد بابا تنوض تبكي ساعد كي ما تخلينيش نوكلها ونلبسها ولا نقولها ديري هذيك الحاجه باه نديك البابا. تولي تقبل وتزربها غير تروح عنده. حتى وليت انا نخاف منها تتعلق به اكثر مني وتروح وتخليني. دخل بابا هزها وهز معها حوايجها، رحت عنده عطاها لي ديتها ودخلت رقدتها معايا. بقات تبقي تبكي هكذا، قعدت انا ندير لها في الهضره والحيلات وهكذا باش تنسى وتسكت وهي غير بابا بابا. ساعات غير كي نشوفها متعلقه بيه هكذا نخاف يديرها سلاح ضدي. بقيت حيره كيفاه ترقد عنده، هي مستحيل ترقد بلا ما تشم ريحتي. شفتها بدات تنعس ماما شافت معايا كيفاه ترقد تنقضي عند بابا. طلعت فوقي ودخلت يدها على رقبتي وراسها على صدري ورقدت ملا هكذا ترقدي. قلت لها اوكي. وكاعدت محضنتني ريحته معبية فيها تقول رشها بالعاني. فجأة تفكرت ذكريات ودتني داني الحنين للماضي. منيش حابة نرجع لهذوك الأيامات، ما يستاهلش حتى نتفكروا بعد الشي اللي داروا فيا. ما خلى حتى بنا باه نتفكروا. بقيت نتقلب عييت نرقد صورته ما بين عينيا. ريحته خلات الذكريات يزاحموني حتى تقلقت. نط عريتها رميت قشها بدلت لها حابه رقدت انا الغدوة ما فطنتش للظهر. نط لقيت ديجا رقية نايضة. صليت وتغديت وخرجت للمحل. لقيت غير بابا هو اللي راح يصلي ويرقد وانا قعدت صبحت راسي راح يطرقطق. جيت انا على الكرسي وقاعده نسى داخلين خارجين عليا. كعد وقت العرس كاين الغاشي حتى للزوج ونص بدا ينقص الغاشي شويه. الناس راقده ما كان حتى واحد برا. الشمس تسرع. درت انا درت الكيتمان وقعدت نتفرج في مسلسل تاع فوتون وجان. نتفرجوا غير على جل مديحه وناجي كعدو يضحكوا. بقيت انا نتفرج ونضحك. ما عرف كيفاه دورت وجهي لقيته واقف فوق راسي ويشوف معايا. من خلعه هذيك طاح لي التليفون من يدي. نتوقفت انا هز التليفون ناحيه الكيتمان ما عرفوش صرالي خلاص. ما قدرتش نحكم في روحي ما عرفتش واش ندير معاه. بقى يشوف معايا حتى قالي السلام. شفت معاه ما على باليش له جاني مبدل ولا كيعاد عندي بزاف ما شفتوش ولا هكذا. قميص ابيض لي ميمونش مربي اللحيه وشويه من قبل كان متراسيها وحاط النواظر على راسو. تهت انا فيه. قال لي راني قلت السلام ما راحش ترجع السلام ولا. فجأة وليت انا عدوانية وليت نعيط ما نرجعش السلام. وتفضل خرج برا ما تزيدش تجي لهنا، هنا ممنوع الرجال يدخلوا هنا نورمالمون. غير نسى فاهم ولا ماكش فاهم؟ ونورمالمون راك قريت البلاكا برا بلي ما نستقبلوش الرجال هنايا، هذا محل النساء. قال لي واللي حب يشري المرتو ثاني ما يدخلش. قلت له ايه ما يدخلش ما نستقبلش لهنا حتى راجل. اتفرج اتفضل خرج برا. قال لي واش بيك بشويه هكذا تستقبلي زبائنك؟ قلت له ايه هكذا نستقبلهم. اخرج برا هذه بلاصه رزقي ماذا بيك ما ديرليش مشاكل فيها. قال لي علاه واش راح ندير لك انا جيت نشري لمرتي وبقيت نشوف معاه ما تشريلهاش من عندي. هيا اخرج تعيش النساء يدخلوا هنايا عندي مكلات فسد لي سمعة المحل تاعي. قال لي ما راحش نفسدها لك وما نفسد لك والو راني جيت نشري وما راحش نخرج حتى نشري. بقيت نشوف معاها انا. هيا ريحانه تخنزرت انا فيه ما تزيدش تجبد اسمي على فمك فاهمه؟ مانيش صاحبتك انا باه تقول لي يا ريحانه.
بقى يشوف معايا هكذا، دورت وجهي راح فات، بقى يتفرج في لي سواري وهكذا، بقى يشوف مع واحد في النوار طويل من اللور والقدام قصير تاع الفولار هذاك والدونتيل مع بعض وذرعها تيلو. شحال هذه راهي مكتوبة الفوق، شاف مع السومة ودار عندي، واش رايك فيها؟ راح نشريها لمرتي. كي قال لي هكذا وجعني قلبي خلاص، قلت هذا ما يحشمش تاع الصح، حاب يجرحني باي طريقه ولا كيفاش؟ راح نموت انا من الداخل. قلت السما مازال ومع لميا، واش كرهته نشوف فيه شوفت الموت؟ البارح حنيت له شويه، دوكا خلاص شطبت عليه بالاحمر. قال لي واش تشوفي معايا؟ راني نسقسي فيك انت امراه وتعرفي هي السواري تقتل، بصح ما راحش تخرج على مرتك. قال لي علاه واش بيها مرتي؟ قلت له ما تخرج ما تخرجش عليها، هي تحوس على لاطاي الصغيره ماشي على لاطاي في الجدار كيما مرتك. قال لي ولا شكون قال لك شريتها لاطاي في الجدار؟ انا شريتها لاطاي 38. بقيت نشوف انا معاه ماشي عاود الزواج هذا، الله لا لا ماشي للدرجه هذه يتزوج وما نسمعش به. بصح علاه ما دارهاش معايا؟ ولا هذا خداع عادي يدير كلش، نتوقع منه كلش. انا بقى يشوف معايا الغيره تقطر مني، ما خلاص راح نتكشكش انا. قلت له قال لي ها واش رايك هذا؟ قلت له واش دخلني فيك انا؟ هيا هز واش حاب وخرج عليا وما تزيدش تجي لهنا. قال لي حتى تقولي لي واش رايك فيها كل ساعه؟ قلت له ايه مليحه تقتل هيا برك. قال لي اوكي اعطيها لي. ما لا رحت انا دخلت للستوك حوست له على وحده ودرتها له في كيس، ما فقتش حتى لقيته محضني من نور من الخلعه هذيك، عيطت غلق لي فمي. قال لي واش بيك؟ شت هذا انا برك بقيت نضرب في يدو. قال لي اسكتي واش بيك؟ دقيقه برك نشم ريحتك. كي قال لي هكذا تكلميت خلاص وحدي وحدي. قال لي شت بلاكي كش ما تديري انت اللي راح تفضحينا، خليني دقيقه برك نشم ريحتك ونروح، ما تخافيش خلاص ما راحش ندير لك والو. درت له براسي ايه نحى يدو على فمي، طلع لي الخيمر وحط وجهه في رقبتي. عدت انا نرجف يا يما، حيا فيا مشاعر دفنتها انا من عام، وقلت ما يجزش هذيك المشاعر تحيا. ما قدرتش خلاص نقاوم، غمضت انا عينيا وبقيت هكذاك حاسه بيه وشم في ريحته هكذاك. قال لي مازالك تحبيني لهذه الدرجه؟ مازالك ما نسيتينيش؟ وعلاش راكي تكذبي عليا وتنكري هذا الشيء كامل وتقولي كرهتك وما نحبكش وما نشوفكش؟ علاه راكي تكذبي على روحك؟ انا متاكد من هذا الشيء وزدت اتاكد دوك على بالي بلي تحبيني، جيست راكي مجروحه مني بزاف بزاف، نزلوا دموعي انا. عندك الحق والله عندك الحق، واش ديري حق حقك انت، كنت حاب نحكي لك بصح انت تسرعتي بزاف بزاف وما خليتينيش حتى نفهمك واش كاين، ما خليتي لي حتى فرصه، ما قدرتش غير نوصل لك غلقتي كلش في وجهي. جيت حاولتك انا حاولت باباك، جيت بالقوه جيت بالعقليه جيت بالمفاهمه، بعثت ناس بعثت جماعه بعثت لك درت كلش كلش، ما كانش طريقه ما جربتهاش. حتى المحكمه سيفت عليهم حضورك لكن ما فاد والو، غلقتي عليا كل الطرق وكل البيبان وحبستي روحك في الدار وحاولتي روحك باباك وخاوتك، غير به ما نوصلكش حتى الطلاق ورفضت شحال من مره، ما خليتش حتى حاجه ما درتهاش باه نوصل ليك ونهضر انا وياك. بصح انتيا بعد الطلاق ما لقيتش كيفاه نوصل لك، دورتي عليا باباك وخاوتك، نظن نعس فيك انا اليوم وين لقيت فرصه جيت عندك غير نشم ريحتك هذا مكان. وعلى بالي ما كانش حابه ما كيش حابه تشوفيني، عندك الحق على بالي غلط، بصح تاكدي بلي انا كي درت هكذا ماشي خاطر انتقمت منكم ولا نذلكم ولا كيفاش، كيما كنتو تقولوا نتوما وشيعتوها، كان عيني انا ندير هكذا كان عندي الف طريقه وماشي على جال وانتي ما نحبكش وهكذا ونحب لاميا. لا لا ورحمه والدي وراس بنتي اللي ما نسعى غيرها غير نحبك انتي، كاين امور انتي ما تعرفيهمش، كاين سبب اللي خلاني ندير هكذا، كنت ناوي نحكي لك بصح ما قدرتش ونضغطوا وهما ضغطوا عليا بزاف بزاف، جيت الليل كله انا خمام كيفاه نحكي لك بصح ما قدرتش، وليت قلت خلي نحطها تحت الامر الواقع باه نقدر نفهمها ونشرح لها، كنت حاسب حساب وخرج لي حساب واحد اخر، وهذاك النهار كي ضربتك ماشي باه نهينك، لا والله والله ما صارت والله، بصح انتيا هنتيني بزاف بزاف وتضربي وتعيطي وقلتي لي كلام ما يتقالش والرجال كامل يسمعوا فيه، ما تفهم حتى واحد فيهم بلي راها قلبك محروق ولا، بصح ماشي للدرجه هذه تهنيني هكذا. والله ما عرفت كيفاه ضربتك، بعدت عليا ودرت عنده اللي صرا في الماضي صرا في الماضي وراح مع الماضي، وانا الماضي نسيته ومحيته ومحيتك معاه.
لذلك تفضل منه وما زلش تجي لهنا. قال لي وانا ما نسيتوش وما محيتوش وما حكيتش وما جيتش باه نحكي لك على الماضي، جيت نقول لك انا ما راحش نتخلى عليك انتيا وتروحي وين تروحي، مرجوعك عندي وندير المستحيل باه نرجعك عندي. هزيت الكيس انا عطيته له، هاك تفضل منه وخرج ما زلش ترجعها. قعدت على الكرسي انا جبد دراهم، قلت له روح روح اديه كادو من عندي لمرتك. شاف معايا هكذا قلت له واش ولا خايف تقولها باللي كنت عندي حاط لي دراهم؟ لا هي على بالها بكلش، ولا حطي الكيس هاكي هذا اللي كنتي. بقيت نشوفها معاها انا عندي مرا واحده وهي انتي، وراح وخرج. فات على هذاك النهار سمانه تبدل فيها حالي خلاص، سمانه وانا في صراع بين قلبي وعقلي. هضرت وما حبتش تروح من عقلي، بقات غير تتعاود جا شقلب لي وشقلب حالي. لحظه واحده غفرت له، حتى المحل ما رحتلوش خلاص خلاص، حتى عيط لي بابا اروحي هنا لنسايحه وسوا يشرو، وانا ما عرفتش نتعامل معاهم. والطفله ما كانتش لبست وخرجت، رحت انا عنده وهو راح رقد. بقيت انا مع النساء غير روحو، قعدت انا ندير في الحسابات وهكذا، حتى سمعت واحد قال السلام عليكم. طلعت راسي لقيته خطيبي القديم، سمعت باللي تزوج وعنده طفل. رجعت له السلام كاش ما تحتاج، قال لي لا لا والو جاي نهضر معاك برك. نضت انا وقفت تفضل برا، ما كان حتى هضره بيني وبينك، وهذا المحل ممنوع يدخلوا فيه الرجال. قال لي اوا واش بيك كليتيني هكذا، راح نهضر معاك برك ونروح. قلت له ما تهدرش معايا، اخرج برا ولا نعيط لخاوتي، الساعه هذيك اهدر معاهم هما. قال لي واش بيك 5 دقائق برك ونخرج، واش تحتاج؟ قال لي قالوا لي طلقتي. قلت له صح ايه صح، واش دخلك انت؟ قال لي علاه بالصح، ماشي هذاك اللي بطلتيني على جالو؟ شفتي كنديتيني انا، راكي لاباس عليك، راكي في دارك معززه مكرمه. علاه؟ قالوا لك راني مرميه في الشارع ولا؟ شوف راني خير منك. قال لي لا لا حاشا، بصح قصدي كنديتيني انا، راكي لاباس عليك، عندي دوكا لهجاي عندي ما فهمتش. قال لي جاي نقول لك بلي انا مازالني نحبك وعيني فيك، اذا تقبلي نخطبك وندير لك دوزيام ف وحاجه ما تخصك، عندي دارك وحدك حتى بنتك نقبلها. قلت له ما تحشمش انت، راجل متزوج بوليداتك جاي تقولي الهضره هذه؟ مرتك على بالها بهذا الهضره؟ قال لي علاه نحشم؟ حقي وحاب نعاود نتزوج، شكون يساني؟ واذا مرتي ما على بالهاش بصح دوكا نقول لها انت اقبلي برك والباقي عليا. قلت له خرج خرج عليا وما زلت نشوفك هنا. قال لي واش بيك؟ واش قلت لك؟ انا راني طالبك في الحلال. قلت له انا مانيش حابه حلالك. علاه؟ واش خاصني انا خير من هذاك اللي طلقك في عامك؟ يرحم بابك، اخرج عليا لنعيط لخاوتي. قال لي ما تعيط لهم ما والو، انا العشيه نفوت عند باباك ونهضر معاها عليك. ما تفوت عنده ما تهضر معاها عليا، فاهمه؟ راني قلت لك مانيش قابله. قال لي عليها بالصح، واش خصني؟ راني قلت لك دارك وحدك وبنتك نقبلها وحاجه ما تخصك. قلت له انا علاه طلقت؟ ماشي على جال الضره، ودوكا جاي تقول لي نديك دوزيام فام؟ كون ماشي عندي طفل معاها نطلقها على جالك انتيا، من بكري ما نحبهاش ونحبك انتي، بصح كي عاد عندي طفل معاها ما نقدرش اني يتم وليدي. نتوما رجال له جايين الخاص هكذا وخاينين هكذا، ما تهمكمش للعشره لنساكم لا مشاعركم، لا تحبوا تخلطوا كل حاجه في بعضها، ما فهمتش انا. قال لي اسمعي ما تخلطيش بيني وبين راجلك، راني قلت لك مرتي ما نطلقهاش، انا مانيش كيما راجلك راح جاب واحده جديده وانتي رماك. قلت له شكون اللي قال لك رماني؟ انا اللي طلقته. يا واسمك وخرج عليا منا. قال لي معليش راني خارج، بصح زيدي خمي على بالي قلبك مع طليقك، بصح والله ما يستاهل ضيعي حياتك على جالو، هو عاود حياته من جديد وانتي محبسه حياتك على جالو، حتى انتي تستاهلي راجل يحبك ويقدرك، وما راحش تلقاي واحد يحبك كيما انا. وراح خرج غير طلقت انا روحي، قعدت على الكرسي حتى نسمع صوت طوموبيل دارات وصوت الباب تخبط. نضت انا وقفت راح نخرج، لقيته دخل هو الشر يطير من عينيه. شكون هذا اللي خرج من عندك هذا؟ وين شكون؟ قال لي ما تكذبيش، شفته من بعيد كي خرج من عندك، ركب وراح وانت واش دخلك؟ ما فهمتش، حكمني من طرف العبايه؟ ريحانه حذاري يغرك الشيطانه، راكي فاهمه؟ وباه تنتقمي مني تروحي تغلطي، حذاري حذاري راني وراك واخبارك توصلني بالثانيه. نسمع
كل غلطة غلطتيها وكل حاجة صغيرة درتيها، فاهمة؟ وأي غلطة تخلصيها غالية غالية. طبعتو عليا، بعد عليا، واش راك تهدر هايضة ديجا؟ واش دخلك انت؟ شكون انت حتى تحاسبني؟ ندخل اللي نحب وندخل اللي نحب ونخرج اللي نحب ونهدر مع من حبيت، ما عنده ما دخلك فيا. حكمني وجهي هكذا ماك، لا تخليني نفسد لك خليقتك. هذا اللعب ممنوع معايا، وهذا اللي كان عندك هنا دوكا نجيبو ونعرف واش كان حاب عندك. وانتي ردي بالك لتصرفاتك وافعالك، بالك كاش ما نحكم عليك. افهمي روحك وبالك يعيسي روحك. يا روح، قلت له يا روح فيق مع عمرك، روح ولت بمرتك ودارك، ما عنده ما دخلك فيا انا. والخطره الجايه كي تشوفني راكبه مع واحد تسكت وتبلع بلع فمك وروح وخطيني. حكم لي مذراعي ودورها ورا ظهري، قال لي شوفي عندي مليح مليح. دورت وجهي انا، زير على ذراعي، حسيتها خلاص نصلت من بلاصتها، وليت نبكي. شوفي عندي، شفت معاه، شوفي في عيني مليح مليح، انتي راكي مازال ما تعرفينيش مليح في هذه الامور. على بالك نجبد قلبك وناكله نورمال؟ راني حذرتك ريحانه، العبي معايا كاع اللعب وانتقمي مني كيما تحبي، وردي حقك مني بطريقه اللي تساعدك. غير هذه الطريقه صدقيني ما نرحمك ما والو، وما زلتش نشوف فيك خلاص. عام كومبلي وانا وراك وما شفت منك حتى غلطه صغيره، ومدايره فيك وداير فيك كونفيز كبير كبيره. على بالي خاطيك هذه الوسخه خاطره نظيفه، وخاطرك تحبيني بصح ما كان لها غير يغلك الشيطان، وغير باه تنتقمي مني وتشوفيني متعذب. ديري اي حاجه، عندك الف طريقه غير هذه الطريقه بلاكي. والله ما نرحمك، ومستعد نباصي على جالك نورمال. اوكي فهمتي، حذاري. واخر مره نلقى راجل دخل عندك، وهذا اللي كان دوكا نعرفو شكون، بقيت نشوف معاه هذا. طلق لي ذراعي ودار يمشي، عاود دار عندي، عذبني بكل شيء. غير نشوفك مع غيري راني ما نحملش، وراح نقتلك ومباصي. خرج، بقيت نشوف معاه انا، ما عرف منين جاني يعني هذا، وخرج لي هذا المبلي. عنده المشاكل نورمال، غفل عليا بابا مرتين، نشوف واش صرا فيا. المره الجايه يزيد يغفل عليا، تصاديق هنا مادام يعز فيا راح نرجعوا المشاكل تاع بكري والفضايح. اتراهم خاوتي وبابا اللي كانوا يحموني منه وما ما يقدرش يوصلني، بصح جاتني الفرصه باه ننتقم منه ونرجع له الضربه اللي نفسها اللي دارها لي، ونفس طريقته كيما عاود الزواج حتى انا نعاود نتزوج ونخليه. وجاني احسن عرض داري وحدي، وقابل بنتي ومن فوق يحبني. خلاص ملا، ملي روحت وانا نخمم وليت عايشه في صراع كبير بين عقلي وقلبي، وما لقيتش اللي ينصحني. من جهه عقلي يقول لي هذا افضل انتقام ليه بعد ما حرق لي قلبي، حابه نرجع له الضربه ونعيش واش عايشني، ومتاكده كون نتزوج يموت. ومن جهه قلبي ما يعطينيش نكون مع راجل غير ابراهيم، ما نقدرش نخلي راجل غيره يمسني ولا يشوفني ولا حتى يهضر معايا. خلاص غير هو في حياتي، حتى هو ونحيته من حياتي، يعني ما نقدرش نتاقلم مع حتى راجل واحد اخر. واذا تزوج راح نكون انتقمت منه، بصح في نفس الوقت نكون انتقمت من نفسي اولا. ويزيد ينحي لي بنتي ويحرق لي قلبي عليها مليح مليح. وديجا انا اللي طلقته على جال الضره، كيف هنروح على ضره مرتو؟ واش ذنبها مسكينه في هذا الشيء؟ كيما ما قبلتهاش عليا على روحي، ما راحش نقبلها على غيري. اواه ما عنده مداني انا لهذا الشيء، ماشي باه ننتقم منه ونروح ندمر حياتي كامل ونخرب دار واحده اخرى ودار وليا مسكينه. اذا درت لها هكذا نولي انا ولامية كيف كيف، ما نفرق عليها حتى حاجه. قاعده في الشومبره ونضع في رقيه، درتها في حجري وعطيتها البيبرونه. لقيت بابا دخل عليا، تي كاش ما جا عندك اليوم ولا للمحل؟ واحد ما جا عندي له. قال لي سير، واحد ما جا عندك؟ قلت له اواه واحد ما جا عندي له. راح خرج قال وخلاني وش بيه هذا، ماشي سمع بابراهيم جاو؟ هو ما سمعش كون دار لي السوق هنا، هو يبعد فيها عليا قد ما يقدر. شويه دخلت عليا ماما، قلت لي اليوم كاش ما صرا معاك ولا؟ قلت له وش بيكم هكذا تهضروا هكذا؟ ما صرا والو معايا، والو. بقات تشوف معايا والشك مالي عينيها. قلت لها وش بيكم؟ قولوا لي وش صار معايا اليوم، علاش راكي تهضري هكذا؟